فقلت يا أخي هذه أقسام أرزاق مقسم الله، هذه عنده هو نفسه أجمل شيء. نعم. وأنت بتروح الآن وتأخذ لك مرأة وتصير هذه المرأة هذه عندك أجمل شيء، بينما كثير من الناس اللي حولك صحيح. يقولون ليش فلان خذ هذه المرأة دي؟ ما لك زين منها. هذه يا أخي زواج قسمة ونصيب ومزجة، ومعايير الجمال، معايير السعادة، معايير تختلف. صحيح. تختلف يعني بعض الناس سعادته يوم يكسب المال. صحيح. بعض الناس سعادته يوم يجلس ويضحك. صحيح. بعض الناس سعادته يوم يأخذ القرآن ويقرأ. نعم. ويرتب. بعض الناس سعادته يوم يسوي عمل الخير، تجده في جمعية البر كل ما راح ونفع وسر وسدى ينبسط ذاك اليوم. سبحان الله. الناس في بعض الناس سعادته في القنص والبرة. صحيح. تجده برا يطاردها الضبان ولا يطارد. هذه عنده السعادة. السعادة رب العالمين موزعها، ما جعل الناس كلهم على طريقة واحدة. أراد أن يعمر هذا الكون، هذا الكون أراد الله له أن يعمر. هذا يحب هذا وهذا يحب هذا وهذا. نعم. الله يجزاك خير. واحد في السيارة يقلد صوت الشيخ عبد الرحمن المطلق وأسلوبه، ما مر عليك المقطع؟ إلا مر علي. أنت وش رأيك؟ هذا يا أخي شخص عنده ملكة التقليد. نعم. قلدني أنا ويا المفتي. نعم. نقول الله يعفو عنه، بس إنه ودنا لو جاي يقلد. نعم. إنه ينتبه للفتوى اللي يقولها وكذا تصير جيدة وصحيحة. يعني وتدار. مبسوط منها يا معالي الشيخ؟ يعني والله ماني مبسوط، لكن ماني لا نبدعين عليه. الله يجزاك خير. ولا أني بحاقد عليه. وأقول الله يغفر لي وله، لكن تقول إني مبسوط لا شاورني قلت لا. الله المستعان. إيه نعم، لكن والله ماني الله يجزاك خير. لاني بزعلان ولا داعين عليه. الله يجزاك خير، ارفع قدرك، ارفع قدرك، ما قصرت يا معالي الشيخ، الحقيقة الكلام معك لا يمل وحديثك ذو شجون، الله يزيدك من فضله ونعيمه ويجعلنا وياكم إن شاء الله من طالة أعمارهم وحسنة أعمالهم. بشكر لك يا معالي الشيخ قبولك الدعوة والاستضافة. الله يجزيك من فضله، شكرا لك يا معالي الشيخ. وانا اشكرك واشكر اخوانك القائمين على هذا البرنامج، واشكر اخواني المستمعين المشاهدين واخواتي المشاهدات، واستودع الله دينكم وامانتكم واخواتي اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايضا اخواني اخواتي الكرام الشكر لكم، ونلتقي باذن الله مع شخصيه وقامه اخرى، وانا وانتم بصحه وسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارفع قدرك، ما قصرت يا معالي الشيخ، الحقيقة الكلام معك لا يمل وحديثك ذو شجون، الله يزيدك من فضله ونعيمه ويجعلنا وياكم إن شاء الله من طالة أعمارهم وحسنة أعمالهم. نشكر لك يا معالي الشيخ قبولك الدعوة والاستضافة، الله يزيدك من فضله، شكرا لك يا معالي الشيخ. وأنا أشكرك وأشكر إخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأشكر إخواني المستمعين المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.